ملعب البطولات ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد. اسمحوا لنا يمكن نوعا ما صوتنا عاري بس بسبب الاغاني ضيوفنا ما يسمعون. بغانم بدايه الف مبروك هذا التتويج. وقبل المباراه كنت اتحدث مع احمد الانصاري واقول له ان السد كان ينافس نفسه ما له منافس حقيقي. اليوم السد ارقام قياسيه 46 مباراه بدون هزيمه ولقب دوري قبل نهايته بجولات. والله فريق السد له فتره طويله له ثلاث مواسم مجموعه واحده مجموعه متفاهمه قدم مستويات جيده. واعتقد سر الامور الفريق كامل ثلاث مواسم مع بعض وكل لاعب فاهم طريقه اللعب. نعم بغانم يمكن سؤال يكون يعني مش اوانه لكن جمهور القطري كله مش فقط جمهور نادي السد يبي منكم دوري ابطال اسيا، يشوف ان المجموعه الحاليه هي مجموعه تاريخيه في نادي السد، افضل من مجموعه فيليبي واميرسون وهذه المجموعه القديمه. والله احنا جاهزين للبطوله الاسيويه، فريق متكامل، ان شاء الله بس تبعد عنا الاصابات وان شاء الله يحالفنا التوفيق شوي وان شاء الله يكون منافسين بالبطوله الاسيويه. وين توعد الجمهور في الاسيويه؟ وين توعدهم يوصل الفريق؟ فريق السد اهدافه كلها منصات. نعم سؤال اخير بغانم بغداد بنجاح مستمر الموسم القادم لانه واضح ان اللاعب يعني ممتعض من وضعه في الفريق. لا متواجد بغداد وبغداد من عمده اللعيبه بنادي السد ولاعب كبير وله مكانته وثقله في الفريق. شكرا لك يا ابو غانم والف مبروك. يلا تستاهل كابتن محمد غانم العلي.